الصلاحيه هما التلاميذ اللي ما كيقراوش اللي بداو كيخرجوا ما كيقراوش، ثم اساتذه الوزاره هي اللي خصها تحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. دوك الدراري دابا كيضيعوا كيدوز العام ها هو بركو قراو سيمانه بركو 15 يوم، راه التلاميذ هما اللي كيضيعوا. وكيتحمل المسؤوليه وزاره التعليم هي اللي كتحمل المسؤوليه. واش غنقول لك اخويا؟ دابا الاساتذه كون كانوا مرتاحين في الخدمه ديالهم ما غاديش يديروا هذا الاضراب هذا. وهذاك الشيء علاش هما زعما كيحتجوا على وقيله مطالب ديال الزياده ولا ربما سويه الوضعيه ولا ضروري هما اللي كيضيعوا ضروري ما كيستافدوش من المواد كاملين ديال العام كامل. طبيعه الحال الدراري اللي كيضيعوا راه بطبيعه الحال. وشوف على حساب المتطلبات ديالهم هما على حساب هاد السنه كنشوف التلاميذ من بدايه السنه وهي كاينه اضرابات في المنظومه ديال رجال التعليم، وفي الحقيقه نجي نشوفوا فهو الاضراب من حقهم يديروا الاضراب، ولكن كنشوفوا هناك ضياع التلاميذ. التلاميذ يلاه مثلا يلاه دخل كيقرا ما كيقرا والو، كيمشي يتم غادي هز المحفظه جاي لا كتبه لا والو. الناس دايره الاضراب ملي بدات السنه، وهذا المسؤوليه ما غاديش نقدروا نحملوها على رجال التعليم ولا نحملوها على الوالدين. بعد ما غنحملوا المسؤوليه لوزاره التعليم في حد ذاتها، لان هي اللي خاصها تحدد المسؤوليات وتحدد هذوك الناس اللي غادي يديروا لنا اضراب ويضيعوا لنا الشباب. نساويو معاهم الامور ونجلسوا معاهم ونتفاوضوا معاهم وما نخليوش الوليدات يضيعوا. تنعرفوا بان رجال التعليم ونساء التعليم عندهم مشاكل كثيره، عندهم مشاكل كثيره خصها الحلول من الفوق، من ماشي نقول من الوزاره، من تكون واحد السياسه استراتيجيه بالنسبه للتعليم، عاد باش نجيو للوزاره، عاد باش نهبطوا للمركزيات النقابيه اللي هي ما موحداش على موقف واحد، عاد نجيو لرجال التعليم اللي كل سنه كيديروا الاضرابات، وشكون اللي كيمشي ضحيه؟ هما التلاميذ وابناء المغاربه واولياء التلاميذ. هذا الاضراب هو ما كيشكل حتى شي مشكل للدوله، وما تيجيبش الحلول، الحلول خصها تكون يعني تعمقوا فيها ويكون فيها واحد المناظره وطنيه باش يشوفوا هذا المشكل هذا ديال التلاميذ اللي كيمشيو ضحيه. اذا هما يلا دخلوا من العطله اليوم، هما الاساتذه ورجال التعليم دايرين اضراب. انا ماشي ضد الاضراب، باقي بعدا ما كاينش قانون الاضراب. ملي يكون قانون الاضراب ويكونوا المركزيات النقابيه متفقين على واحد الاستراتيجيه باش يعني يقدموها للدوله من خلال وزاره التعليم والتعليم العالي، وحنا تنعرفوا بان هذا المشكل راه من بدايه الاستقلال هو عندنا فيه مشكل. ما بقاش التعليم الاساسي ولا الاعدادي ولا الثانوي ولا حتى الجامعي، يعني ولا فيه مشكل كبير، وحتى المستوى ديال التعليم طاح. مناش اسباب هما هاد المسائل اللي هي عشوائيه وارتجاليه اللي كيدخل فيها الاضراب.